السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة سي بي 9 مدرج. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. اليوم الفيديو راح نشرح فيه كيف تختم جرايون. طبعا انا امبارح كنت عم بحكي بالفيديو، او ما بعرف امبارح ولا اليوم الصبح، ما بعرف متى الفيديو هذا حينزل، كنت عم بحكي امتى اذا بدكم اشرح لكم كيف تختموا جرايون. وبصراحة بعد ما لعبته لجرايون اكتشفت انه كتير مزعج وكتير كتير غليظ، وبيستاهل انه الواحد يعمل عليه طريقة او فيديو. يعني اول شيء بيحط على حاله invincibility، اعتقد هي الاميون تو اول دامج، بيصير انفينسيبل وبيزود الديفنس تبعه بشكل مو طبيعي، وبشيل الديبافات ومدري شو. هي اذا عملها الله يستر، هي ما بدكم يعملها، اعتقد ما بيعملها الا اللفه الثالثه او شيء، فحاولوا تقتلوه خلال اول لفتين. بعدين عنا هدول الكروت عاديين يعني دمج، وهي بتعطي شوية لايف ستيل نفس الريد ديمن، وهي دمج عادي بصراحة، بس بيعمل ستان اذا صارت ليفل سيلفر. طبعا الشيء المهم اللي لازم تعرفوه انه هو الالتيات يعني العادية ما كتير بتعمل عليه دمج، وبيعمل ريفليكت بشكل عام، بيعكس الدمج تبع اللي بتعمله عليه. وكمان هي increase attack related stats by 5% of the allies turn if the hero takes damage. اوكي ما بعرف ليش ما تعرف تحكي انجليزي، انه كل ما ياكل دمج بيزود الاتاك ريليتد ستاتس تبعه 5% لمده 10 لفات. decrease all enemy، بينزل البيرس ريت على حسب الريزيستنس تبعه، وبشيل الديباف بعد كل لفه. اعتقد هي لاني انا جربت العب باسولت مليودس وما كانت كتير منيحة، مشان هيك بتوقع، لاني كنت عم حاول اني فرمو اوتو بصراحة بس فشلت فشل ذريع. الفيز 2 بتوقع اللي بيخوف فيه، ما في كتير شغلات بتخوف، يعني increase heroes max hp 8% for every debuff applied on enemies. هي شغلة لازم تخلوها ببالكم، هاد كل لفة بيحط عليك تنتين إغنايت، أعتقد موجودة ممكن تكون هون. هي at the beginning of an ally turn 2 ignites for 3 turns reducing damage by 5% for each ignite. كل لفة بيعمل إغنايت على الشخصيات تبعاتك، وهذا الشيء كتير 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 على فكرة مع يعني خلال اللفات بصير كتير مزعج، يعني ممكن بخلال 3 لفات بصير عليك 6 ب3 18 اجنايت. اذا على كل واحدة بياخد 5% دمج ريدكشن كتير بصير الدمج اللي بياكله قليل، والاتش بي تبعه بزيد بشكل مو طبيعي بسبب هي 8% على كل اجنايت. حاولوا تقتلوا هذا النوع من الديمونز، لازم يموت بسرعة مشان ما يصير جدا مزعج. اوكي خلينا نبلش. طبعا بس حتى تكونوا بالصورة، في سيناريو، اذا صار السيناريو هذا احتمال كتير كبير انك تخسر الجيم كله. لازم خلوا هذا الشيء ببالكم، لازم تعملوا التونت تبع درول باللفة الاولى، لانه اذا ما عملتوا التونت حيعمل ستان، لا ممكن يعمل ستان لذوان، واذا عمل له ستان انت انتهيت. فشو بتعمل؟ بتحرك هاد تحرك هاد تحرك هاد، وفينا نقول نعمل رانك اب لاسكانور مشان اللفة الجاية نروح اولين. هلأ هو حيجحش، بعرف انا حيجحش تجحيش ويحاول يقتل لي تيمي كله نفس ما حاول يقتل لي تيمي كله بالمرات الباقية، لانه اذا عمل ستان لازم اللفة الاولى والتانية تكونوا قاتلينه، اذا ما قتلته حيعمل انفنسيبلتي. انا ما جربت اني انا ضل بعد اللفة الاولى والتانية وضل عايش، اعتقد زبطت معي الصبح اني ضليت عايش، بس انا ابدا ابدا ما بنصح بانك انت تخاطر بهذا الشيء، لانه اذا ضليت عايش حيضل يعمل سبام التيز، وحيضل يعمل انفنسيبلتي شيلدز، يعني كل شوي حيحط على حاله انفنسيبلتي. بتوقع الاستراتيجي هي كتير كتير حتكون نافعة مع ذوان. واللي بيقول لي ما عندي ذوان، بدك دامج ديلر. ليش احنا لازم نخلص بلفتين؟ لانه هون كمان الباسيف تبعه حتشتغل وبلش يعطينا اجنايتات ويعطينا مدري شو ويجيب بفات لحاله، فمشان هيك نحاول قد ما فينا احنا نخلصها اسرع سريع. المفروض خالص هلا هي على فكره يعني، بس ايزي، بس الفكره انك انت تحاول
يعني تعرف كيف تلعبها صح، كيف انك انت ما تخليه يعمل لك الستان. يعني اذا عمل لك ستان شبه 100% انت خسران، سألوني انا. وبس هيك نكون خلصنا الفيديو تبعنا تبع جريون. واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تضغطوا على زر لايك، وروحوا شوفوا الفيديو اللي نزلته جديد بقناة الانمي، جدا جبار وشغال فيه شغل مرتب، ان شاء الله يعجبكم. واذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتضغطوا على زر لايك والشير. نشوفكم على خير، جاني.